تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. مساك الخير يا فندينا. ايه بتقول ايه انت مين لك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي هحليلك بوقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا بطل. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام الشريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يا نار الجن. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانت ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شوق روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاه العشاء هكون هنا ونصليه جماعه ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة. أيوة كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله اكده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب. ربنا يديم المعروف بإذن الله عشان اخد بخاطر اخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب
لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده؟ انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بلك رايق على الآخر. حكيم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهوا والمكشوف للعين، وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه، فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمت كده ليه؟ أنا؟ آه. مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاق كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده؟ الحجر اتطفى فيك. نزوده يا مال. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة. كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليت دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش. وشعارنا هو الإخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جهز يا روح. بوسي الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الأمثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغة، يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمة برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وأنا رجعت أهو وجاهزة لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ أنا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ انتي قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمة. اشبكي إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعة واحدة أنا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه إيه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بإيدك وأسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه، لا خدي دول فتحي شاهين. كنت حاسه بكابوس؟
الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفة من ايه؟ كنت شايفة ايه يا حبيبتي؟ ابوكي؟ الله يرحمه. ايه لازمة الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفة انها تعبانة؟ تصدقي يا حاجة لسه لغاية دلوقتي موضوع ابوها الله يرحمه مقصر. انا قلت مش عايز اسمع السيرة دي تاني. هي يا حاجة اللي يلا تفضلي تفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجة حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكاية موت ابوكي دي خالص؟ مش كفاية اللي جالك من تحت راسها؟ عايزة ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مطر اللي معادك يا بيت هنا؟ ابدا، انا قلت يعني اريح شويه. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براء في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بنت هيعملوا معايا الدنيئه. طب معرفتيش التليفون ده اصله ايه؟ طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاء يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها ايه؟ مش لازم الضربه نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليها أوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما أنا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك يا قط؟ ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطة وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضو ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ ومش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضتين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقولك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت فهمت يا سيدي المعلمين.
النوح المرة دي فكر صح، إنما لعبها بغشم برضو زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. أنت مش بتقول إن هو اللي بلغك بالكبسة؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسة؟ هو قال لك إن واحد لعب بديله. الإخبارية في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزيارة للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا فايز بتابوكي. والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي، خليني اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي، والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفاسك، امشي يا بنت روحي شوفي شغلك يا بنت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا؟ يا ستي والله ما هتاخر. بنت عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفاخك. طب استهدي بس بالله، انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جد قادر يا كريم. الهي انسي برايا. خلاص يا بنت خلاص، انت هتشحطي يا بنت. طب قولي لي روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم.
سألتلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا أختي بتاعت الأعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش أوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بيت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ أمال ايه؟ أنا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحدة كده يعني وعاوزاكي تيجي معاي. طب بصي، لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رأيك؟ ماشي، يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجة صحانا من صباحية ربنا، عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجة مهتم بيها زيادة حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجة أول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. أنت هتستعبط؟ أنا ما أحبش كده، اتقوا شري. بصراحة يا حاجة إحنا بنجري نلقي لك أخبار أفندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحة كده يا حاجة إحنا بنعمل الحكاية دي يعني وإحنا متقدرين قوي. وأنا بصراحة بحب أفندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار أنت وهو هتحبوا ابني أكتر مني؟ الحاجة بتقول لك يا حمار. ولا مش أنا قلت كده يالا؟ هو أنت قلت حاجة؟ هو أنت أساساً حكيت للحاجة حكاية الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص، مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيح علينا يا حاجه، سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه، يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم، ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شوية، ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا، ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكوا حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري، ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قالك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع، خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني، رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومه الخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكو؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا، احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوريا، ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه، حرام عليك والله. يا خسارتك يا بنت، بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه، انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيا، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها؟ وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة
قلت من المفاجأة. أنا مش عرفت. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش أكتر حاجة بتخلي الرجالة المتجوزة تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجالة بتهج من البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، إنما أنا بقى في الجنة ونعيمها. هموت أنا في السيبة الصلطة. يلا بينا. هوبا. عاجبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا. ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه دي. مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هالليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا دي اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا. اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فتنا. الحمد لله على السلامة، نورت الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجت امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي، فقلت ابص عليها. يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا.
باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا واتحب بقوله ما نسيت وبرقص مي ونسيت. أنا واتحب بقوله ما نسيت وبرقص مي ونسيت. عبدو باشا انا بسأل نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنين الزيارة دي. ربنا يخليك يا مالتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتأخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان، وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحلي يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده اقول لك مفاتيحه. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلم. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهردة. هردة يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف. انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظره من عينيكي
وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي.